الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي يخاطب نظيره الكويتي لكرة القدم، ذلك لغرض خوض مباراة ودية تجمع المنتخبين نهاية الشهر الثالث المقبل ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام في الصين. حيث أرسلت الهيئة التطبيعية يوم أمس الأحد كتابا رسميا إلى الاتحاد الكويتي يتضمن فيه إقامة معسكر تدريبي لمنتخبنا الوطني للفترة من 22 من الشهر المقبل ولغاية 31 من الشهر ذاته، على أن يلاقي سود الرافدين الأزرق الكويتي وديًا في 30 من آذار ضمن أيام الفيفا داي. وتأتي مخاطبة الجانب الكويتي لخوض المباراة الودية بعد زيارة تاريخ الأزرق الكويتي إلى محافظة البصرة الشهر الماضي وملاقاة منتخبنا الوطني ودياً على ملعب جذع النخلة في المباراة التي تركت أثر طيبا لدى الجمهور العراقي. رأيكم تشو تقولون يا متابعيني الأعزاء؟ وضمن الأخبار المتداولة والغير مؤكدة التي تشير إلى أن مجموعة العراق بتصفيات كأس العالم المتبقية ستلعب في طهران. وفي آخر أخبار النجوم العراقيين المحترفين والمغتربين في الدوريات الأوروبية، نبدأ أولا بزيدان أقبال لاعب من مانشستر يونايتد للشباب، حيث صرح قائلا: أنا سعيد جدا بالدعم الكبير الذي يقدمه لي الجمهور العراقي. فيما لاعبنا المحترف جيلوان حمد يصنع الهدف الأول لفريق غورسيكا ضمن منافسات الدوري الكرواتي، بالتوفيق يا جيلوان. مصطفى عمران اللاعب العراقي المغترب في السويد يخضع لاختبارات حاليا مع النادي الإيطالي العنيد نادي أتلانتا تمهيدا لانتقاله إلى النادي، علما أن اللاعب ينشط الآن في مركز قلب دفاع ومن مواليد 2004. دعواتكم وتمنياتكم له بالتوفيق إن شاء الله. بعد إصابة محترفنا أحمد ياسين في الدوري التركي، تعرض مهاجم نادي سيغما لون ماتش أتشيكي يعقوب يونس لإصابة قوية في الرأس أخرجتهم في مباراة فريقه يوم أول أمس ضمن منافسات الدوري التشيكي الممتاز. النادي أعلن عن تلقي يونس لخمس غرز في الحاجب، لكن الفحوصات الطبية بفضل الله أثبتت عدم تعرض لأي ارتجاج في المخ. بالسلامة يا يعقوب، إن شاء الله نشوفك قريبا ضمن لاعبين المنتخب الوطني. اللاعب أحمد سعدون لاعب نادي نفط ميسان وعبر حسابه الخاص يعلن انطلاق الاحتراف في تركيا، لكن لم يحدد النادي الذي سيحترف به. تمنياتنا بالموفقية يا أحمد. وعن آخر الوافدين المحترفين إلى الدوري العراقي، نشرت وسائل إعلام لبنانية أن نادي الكهرباء يقترب من ضم المهاجم اللبناني أكرم مغربي صاحب 35 عام، مهاجم نادي الصفا، يعني 35 عام كبير يا نادي الكهرباء، يعني كبير بالعمر. المهم تمنياتنا بالموفقية إن شاء الله لنادي الكهرباء وللاعب المحترف.